الخير لكل اللي عم بيتابعونا. أهلا وسهلا فيكم فقرة الرياضة. اسمي لوسين، اليوم رح أدربكم. اليوم معي مالك. صباح الخير مالك، جاهز للرياضة؟ اليوم حلقتنا للكل إنه يقدر يتابع معنا تمارين نحت وشد للجزء السفلي من الجسم من غير أدوات. قد ما بقدر بحاول أعطيكم تمارين إنه الكل في البيت يتشجع، يترك فنجان القهوة، يحط الابتسامة الصباحية على وجهه ويبلش معنا. فرح نبلش طبعا تمارين خفيفة حتى إنه نهيئ الجسم للحصة. زي دايما صدر مرفوع، كتافنا لورا، عضلات البطن مشدودة حتى نحمي الظهر. ناخد نفس، الصوت طالع منيح. أجل تمام مرة. هلا رح نعمل كاف لقدام بكعب الرجل، ظهر مرفوع، تمارين خفيفة حتى إنه نحمي الجسم زي ما قلت لكم أول الحصة. وبعدين بدنا نعمل تمارين فيها شد ونحت للجزء السفلي من الجسم. هلا كروس هون، برافو. ما تنسوا حركة الإيدين حتى تطلعوا درجة حرارة الجسم أكثر، نرفع النبض أكثر شوي. نرجع للمشي، حاولوا إنه الركبة تطلع لفوق قد ما بتقدروا. نفس كمان مرة، نفس. هلا ستيب تاتش، برافو. هلا نفس التمرين بس رح نعمل مرتين. طلع علي كيف، مرتين بدل، مرتين تمام مع حركة الإيدين. حاول ننزل لتحت كمان. آخر جولة، برافو. هلأ رح نعمل أربع مرات، ضلنا هون، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، برافو. حاول ننزل قد ما بنقدر، بدل كتافنا مشدودين لورا. كمان رح نعمل ثمانية مالك، تمام؟ سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، عضلات البطن جوا، بدل. هلأ إيدينا زي حركة المشي، وزنكم على كعب الرجل الثابتة، ستيب تاتش مرة 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 مرة، برافو. إيدينا هون، هلأ بدنا ننزل ونطلع حتى إنه نحمي العضلات الكبيرة بجزء السفلي من الجسم، برافو. أربعة، ثلاثة، اثنين، أوكي رح نبلش سكوات لتحت، نايس اند إيزي، شوي شوي، مرتين تحت. لما تنزلوا حاولوا انه وزنكم يكون لورا، برافو. كل ما نزلتوا اكثر كل ما حسيتوا بالشد اكثر، بس اهم شيء الورك ما ينزل عن مستوى الركب. ولما تنزلوا لتحت تكونوا شايفين اصابع رجليكم محلنا. ننزل مره مره، يلا مره مره. لما تنزلوا لتحت ايديكم بده يطلعوا لقدام بهذا الشكل. اذا عندكم مشاكل بالركب ما تنزلوا كتير ديب لتحت، ثلاثة تحت، خليكم تحت، اثنين، واحد وفوق، ثلاثة، اثنين، واحد وفوق. تمرين القرفصاء أو السكوات كتير بيعمل شيب حلو للرجلين. أوكي ستيب تاتش. هلأ رح نغير التمرين برضو للعضلات هاي بس بتمرين آخر، مرتين، واحد، اثنين، بدل، واحد، اثنين، برافو. هلا رح نعمل 16، ننزل لتحت. حركة ايدينا هي حركة الجري. الكوع جنب جسمنا، الوزن على كعب الرجل، كمان 8 نفس الجهة. إذا أنتوا ثابتين مظبوط لازم تكونوا شايفين أصابع رجليكم من خلال الركبة الثابتة. تمام؟ أربعة، ثلاثة، اثنين، هلأ ستيب تاتش مرة مرة. إذا عم تشتغلوا معنا مفروض تكونوا حسيتوا بالوجع هون جهة تانية. يلا 16 مرة تمام مالك. ننزل لتحت، الوزن على كعب الرجل، شدوا على عضلات البطن، شدوا على كتافكم لورا،
كمان جولة. نفس. ستيب تاتش. مرة مرة. أوكي. هلا نفس التمرين بس رح نشكل بالاتجاه. طلع علي. هون. قدام. جنب. قدام. جنب. قدام. تمام. ننزل لتحت. ننزل لتحت. جنب. قدام. ايدينا هون. اثنين. ثلاثة. وزنكم على الكعب. برافو. حاسس هون يا مالك؟ كمان جولة. قادرين؟ هلا قدام تاتش جنب تاتش. تمام؟ الابتسامة لسه على وجهنا حتى واحنا عم نتعب. أربعة ثلاثة اثنين واحد. مشي. الجهة الثانية. طلع علي. قدام جنب. ننزل. عشان كل ما نزلتوا كل ما حميتوا الركبة أول إشي والظهر من الأسفل، وثاني إشي واللي هو المهم إنه عم نشتغل أحسن. إيدينا هون عفوا. وزنكم على الكعب. عم نعمل تمارين شد ونحت للعضلة هاي. نفس الوقت الكور شغال، نفس الوقت الورك شغال. كمان جولة. برافو. شايفين أصابع رجليكم من خلال الركبة. أعطوني كمان أربعة. نفس شهيق من الأنف، زفير من الفم. آخر مرة. ستيب تاتش مرة مرة. برافو. تمام. أربعة ثلاثة. هلأ باونس خفيف. التمرين الثاني حيكون شوي أصعب لأنه رح يدخل فيه التوازن. حتى أنه تتوازنوا مظبوط بدي اياكم تركزوا على نقطة معينة على الأرض، ما تزيحوا عينكم عنها. جاهزين؟ نعمل شيكينج. نفتح مسافة بين الرجلين زي الحوض. ننزل لتحت. شد عضلات البطن. نرفع رجل واحدة بس. انزلوا لتحت. ارفعوا الركبة لمستوى الورك تقريبا. شدوا عضلات البطن حتى تتوازنوا أحسن وتحموا الظهر. ركزوا. أو إذا بتحبوا امسكوا بأي شيء جنبكم. حنضرب لقدام للركبة. برافو. نشاط وحيوية على الصبح إن شاء الله. كمان نفس الجهة. إذا حاسين حالكم رح توقعوا مش قادرين تتوازنوا امسكوا بإشي على طول. الكتاف مشدودين، عضلات البطن جوا، حركة إيدينا. نفس الرجل. نحن ضلنا محلنا. ننزل لتحت. ايدينا هون هلا. برافو. توازن. اوكي. ستيب تاتش. حسيت فيها هون صح؟ والرجل فوق لما تضرب برضه عم نشغل عضلة الرباعية. عضلات الكور شغالين اللي هم عضلات البطن مع الخصر مع الظهر كامل. نعمل الجهة الثانية. جاهزين؟ توازن. نعمل شيك قبل التوازن. جهز حالنا. هلا المسافة بين رجلينا زي الحوض. ننزل لتحت. نطلع الثانية. محلنا بدنا نتوازن ما بدنا نتحرك. شدوا عضلات البطن. انزلوا لتحت. هلا الركبة بدها تطلع لمستوى الورك. ايدينا هون أول. ظهر مرفوع. كتافنا لورا. رح نضرب بالركبة. برافو. حركة ايدينا مثل الجري. كل ما توازنتوا أكثر كل ما اشتغلتوا أحسن. إذا مش قادرين نمسك أي شيء جنبنا على الحيط. برافو. نفس. نفس الرجل بدها تثبت هلا. أصابع رجليكم بدها تأشر للأرض وننزل لتحت. توازن. إيدينا هون. برافو. طبعاً إذا أنتم متوازنين مظبوط عم بتحسوا الحرق هون، وطبعاً بالشوي اشتغلنا هون. أربعة ثلاثة اثنين واحد. برافو. تمام يا مالك؟ سهلة صح؟ بالك تعبنا هون؟ يعني شوي. هلأ
عندنا تمرين ثالث اليوم بالحلقة اسمه اللانش. اللانش مسافة بين رجلينا بدها تفتح لورا بهاي الطريقة. كعبكم الورا بده يطلع لفوق. حننزل سينجل. برافو. الركبة اللي ورا بدها تنزل لتحت. الكعب اللي ورا بده يضل فوق. ما بينزل على الأرض الكعب. طلعوا عليكي. تعطوني كمان 8 بس تحت. الورك بالضبط قبال التلفزيون. ظهر مرفوع لفوق. الحوض لقدام. وانتوا نازلين لازم تكونوا شايفين أصابع رجليكم من الركبة هاي. سينجلز. تحت. فوق. تحت. فوق. 4. 3. 2. 1. نريح. ستيب تاتش. حسيتوا الوجع هون وبنفس الوقت الورك شغال. أهم إشي بهذا التمرين إنه وزنكم ينزل لتحت، ما تروحوا في الوزن لقدام. هلا رح نشتغل الرجل الثاني، جاهزين؟ رح نرجع الرجل الثاني لورا. قبل ما تنزلوا تذكير بالتكنيك، الحوض لقدام، شدوا عضلات البطن، الكعب الخلفي بده يطلع لفوق بده يضل فوق، الركبة الخلفية بدها تنزل. يلا سينجلز. برافو. كتافنا مشدودين لورا. وانتوا عم تنزلوا بدي اياكم تشوفوا اصابع رجليكم من خلال الركبه لهون. هلا بدنا ننزل لتحت. برافو. نفس. خلينا تحت شوي هون كمان. 4 3 2. هلا نطلع سينجلز مرة مرة. برافو. تعطوني كمان 4 4 3 2 1. ماشي. برافو. عم بوجعونا رجلينا صح؟ احنا ما بوجعونا، عم بوجعوك رجليك مالك؟ هلا رح ننزل لتحت. رح نرفع الكعب لفوق. ايدينا هون. توازن برضو. شدوا عضلات البطن. طلعوا على ركبي. رح يفتحوا ويسكروا بهاي الطريقة. جاهزين؟ سريع. كعب لسه فوق. ومتوازنين. كمان. طبعا عم نشتغل عضلات داخلية للرجلين. هدول برضو شغالين. توازن أهم إشي حتى إنه نسيطر على الحركة مظبوط. كمان جولة. قادرين؟ إذا ملاحظين الحصة اليوم ما فيها أدوات، ما في أوزان، أنتوا بتقدروا تعملوها وبرضو رح تحسوا بالوجع. 4 3 2 1. ماشي. فعم بزيد الجرعة شوي زي الدواء. عم بزيد الجرعة عليكم شوي لأنه ما معنا أدوات، فالراوند عم بتطول عليكم. كمان وحدة. سكر مسافة بين رجلينا، شد عضلات البطن، الظهر والكتاف مشدودين لورا. ننزل لتحت. هلا بدنا نرفع كعبنا لفوق. توازن كمان مرة. شادين على العضلات هون، شادين سلولي شوي 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 شوي. نتذكر انه الكعب بده يكون فوق، الكعب ما بينزل على الارض. جاهزين؟ اسرع. برافو. 4 3 2 1. ريح شيك. هلا مره مره تاب لتحت. هلا زي ما بلشنا نهيئ العضلات للحصه، بدنا نهيئ العضلات نكمل باقي النهار، لانه هلا هي لعبه رياضه فبدنا نرجع على حاله الراحه. ناخذ مشي. هلا نعمل مشي، عفوا ناخذ نفس. كمان مرتين. اخر مره. اوكي هلا توازن. ايدنا احنا الشمال انتوا اليمين لانه قبالنا، فرح نعمل شد.
بدل الرجل الثانية، شدوا عضلات البطن، ارخوا الركبة اللي واقفين عليها لتحت. برافو، يعطيكم العافية، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا اليوم واستفدتوا. نشوفكم إن شاء الله بحلقات جاي. شكرا مالك.